بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده قصه بنت اسمها فيكتوريا، طفله عندها 7 سنين في قريه في استراليا. القصه بتقول ان البنت عيني ابوها وامها انفصلوا، وابوها بقى راح واتجوز واحده تانية ونسيها، وامها اتجوزت واحد تاني، بس امها قالت لها حبيبتي انا مش هسيبك، انت هتعيشي مع جدتك، جدتها عندها 80 سنه، وانا هجيلك اول كل شهر اقعد معاكي يومين ثلاثه احضنك. فالبنت يعني مسكينة هتعمل ايه؟ ماشي. راحت الام والبنت عاشت مع جدتها. النهاردة بتصحى من النوم بتبص على النتيجة، 1 ديسمبر، ماما جاية النهاردة. جريت بسرعة ولبست احلى لبسة عندها وفرحانة، طلعت لجدتها قالت لها اعمل لك الفطار، قالت لها لا انا عايز افطر مع ماما. قالت لها يا بنتي لو جت اعمل لك الفطار. ايه لو جت؟ بس البنت صغيره ما اهتمتش بكلام الجده وطلعت بسرعه، قامت قاعده جنب الشباك اللي بيبص على الشارع الطويل اللي العربيات بتيجي منه، وفضلت قاعده. فات ساعه، فات ساعتين، فات 4 ساعات، ماما ما جتش. جدتها قومي يا حبيبتي كلي. لا لا انا هستنى ماما، ماما وعدتني، انا متاكده ان ماما جايه، لا يمكن ماما هتسيبني، بقالي شهر ما شفتش ماما. جه المغرب، ماما ما جتش. جدتها كانت فاهمة، الأم خلاص راحت في حياتها ونسيت بنتها، والبنت قلبها اتكسر. جه العشاء، البنت قلعت هدومها وقعدت جنب الشباك بتعيط مفتقدة أمها. مسكينة مش كده؟ لكن حصل حاجة غريبة قوي. بعد العشاء بشوية عربية قربت، طلعت جري. ماما جت؟ معقولة؟ مش ماما، خالتها. خالتها كانت متجوزة واحد اتطلقت وقررت انها تيجي تعيش معاها ومع الجدة في نفس البيت، ونشأت حب عجيب بين فيكتوريا وبين خالتها، عوضتها عن امها، بقت امها التانية. ما عادتش بتفكر ماما جاية ولا لا، لان خالتها بقت ماما. القصة عايزة تقول ايه؟ عايزة تقول ان ربنا ما خلاش البنت دي قلبها يتكسر، في نفس اليوم بعت لها البديل، في نفس اليوم بعت لها حد يحن عليها ويحضنها. بسمة الامل النهاردة بتقول يا اباء وامهات، اوعوا تتطلقوا وتكسروا قلوب ولادكم، حرام، ولو كسرتوهم ربنا احن عليهم منكم، هيبعت لهم اللي يطبطب عليهم ويحتويهم ويحتضنهم، لكن انتوا هتبقوا خسرتوا ولادكم، لان الخالة هتبقى هي الام وانتي هتروحي من الذاكرة، ولو كبرت بنتك في يوم من الايام مش هتفتكرك. بسمة امل لكل اب وام يتطلقوا لكن يفضلوا حنينين على ولادهم، وبسمة امل تخلينا نقول شكرا يا رب، الحمد لله، الحمد لله ان ربنا احن علينا من البشر، لو الدنيا ظلمت بيبعت لنا اللي يطبطب علينا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.